الفضاء اللي تحتنا الفرصة باش نشبهو. هذا واحد النهار رائع لماذا رائع؟ لأن شفت واحد النهار لحيت مع الرحيم واحد النهار في الإذاعة طنجة سي صمدي قدامنا اللي باش تعرفوا هذا الإنسان هذا كان كيعاوننا في جميع التكريمات اللي عملنا. سي صمدي كنا كنعيطوا له كيجي حاضر وكيقدم خدمات واحد الشيء ما كيتصورش. هذا بالنسبة لي واحد اليوم ممتاز بزاف. الأخير سي دريس قال هضر على عمرية على باش نقول لك سي دريس بأن عمرية بأن حنا قمنا بجميع التكريمات. عمرية مصطفى مزاوي واخر تكريم راس صمدي حضر هو اللي كان تعاون معنا هو الدولي محمد رياحي اللي كان حضر معنا في واحد الاجتماع ديال كان العميد السي خروق وعملنا واحد الدعم واحد الشيء ما كيتصورش وكان بحضور جمعية الصدقة والرياضة اللي كيترأسها نوال المتوكل وبالمنصور. فالإخوان هادو كاملين ديال الشباب علاش كاملين استفدوا التكريمات اللي عملنا اخرها الشريعة هي قطعة ارضية ومن بعد سي مصطفى مزاوي اللي كانت الظروف ديالو خاصة كان سي بوكناز العامل الله يجزيه بخير عملنا له بتي تاكسي وعطاه في عملية شافت بالفلوس. فلهذا بقى لنا واحد اللي مع الاسف ما استطعنا شيء وهو بوسعيد مشكل الله يرحمه واللي بقى لنا التكريم ديالو وهذا ما كان